تسليم فرش ومواد تنظيف ومواد غذائية وحليب أطفال ومتطلبات نسائية ببلاش، تركيب حمامات جوار صحية، تجد سترنات تبع جوار صحية بتشفط وبتروح بتكبل الليطانة، تأمين نقل التلاميذ مريول وكتب وكرتسية ببلاش. النازح السوري يلي يا بيشتغل يا بيروح على سوريا مش ممنوع أو بيصوت بالسفارة بياخد من 5 إلى 9 مليار، العسكري اللبناني شو وين ما كان بياخد 1.2 أو 1.3 مليون ليرة بالشهر. لنعرف هالعشر سنين كلفتنا 50 مليار دولار، اليوم شو عم تكلفنا؟ فيني أحكي عن نزوح سوري مش من زاوية عنصرية، ما حدا يزيد علي.